فاقد الاجتهاد، فاقد العلم، راسب في الخامس الابتدائي، حاكم إيران، لا يملك أي دليل ولا أثر علمي يدل على اجتهاده فضلا عن أعلميته. قال سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأكتفي بذكر بعض ما يتعلق بالفشل والرسوب في الخامس الابتدائي تمجيدا للأذربيجاني الإيراني. كتبت أقلامه المأجورة في ويكي شيعة الموسوعة الإلكترونية: عندما كان في الصف الخامس الابتدائي انطلق في دراسة المقدمات الحوزوية. بعد الابتدائية قد دخل مدرسة حكومية مسائية، وعادة المدارس الحكومية المسائية تستقبل الذي يرسب عدة سنوات في الصف المعين في الدراسة النهارية، والذي صار عمره كبيرا بسبب فشله وتلكؤه الدراسي، بحيث تجاوز السن القانوني المسموح به في الدراسة النهارية. قال في موقعه: وبعد أن أكمل المرحلة الابتدائية التحق بالدراسة المسائية في المدرسة الحكومية وحصل على الشهادة المتوسطة. ومع هذا الفشل الساحق في الابتدائية، فمن أين استحق الدخول للبحث الخارج مبكرا؟ ومن أين جاء بالاجتهاد؟